تنشح اي روايه، اي روايه تنشحها للتدريس. تعالى على حسين، عايش في الحق. اوكي دخلوا بالعكس كل هذا ابن نجيب محفوظ يصلح، وجرت محاوله في دار الشروق عملها المرحوم محمد المعلم لمحاوله اعداد اعمال نجيب محفوظ للشباب، الشباب صغير السن، ولم تكتمل للاسف. والاستاذ نجيب اقرها في حياته ولم يعترض عليها، لكنها للاسف يعني طبعت منها بعض الطبعات لكنها لم تكتمل. لكن في جريمه تمارس في وزاره التربيه والتعليم ضد اسم وانتاج وتجربه ومشروع نجيب محفوظ بتجاهل هذا النتاج اللي هو اهم نتاج ادبي في الروايه العربيه المعاصره في القرن العشرين. مسؤوليه مين يا فندم؟ طيب المفروض ان حضراتكم او من عايشوا هذا الاديب الكبير لازم يكون عندهم الشجاعه. أتمنى اتفضل يا دكتور. سجلتي جون علينا. لا ازاي بقى حضرتك دكتور حسين من اهم المهتمين بجد.